بيست مع نجومنا وعايز ردود سريعه كابتن تامر عبد الحميد وكابتن ياسر ريان. يلا يا كابتن ياسر. اكرم توفيق ولا محمد هاني؟ يلا على طول اكرم توفيق. كابتن ياسر اختاره. كابتن تامر اكرم طبعا. اكرم توفيق طبعا. الاثنين اختاروا اكرم. ضيوفنا امبارح الاثنين اختاروا محمد هاني، سبحان الله. يبقى اكرم توفيق. اه والله كابتن مصطفى كابتن جمال اختاروا محمد هاني. طيب كريم العراقي ولا كريم فؤاد؟ احسن كريم العراقي. اه وكريم فؤاد ده مركز ده مركز تقريبا. اه بس يعني لا بس بيلعبوا نفس الملعب. انا كريم فؤاد. كريم فؤاد. اه كابتن اه برضه مع تامر. كريم فؤاد. كريم فؤاد او كريم العراقي لعب كويس، بس كريم فؤاد عنده ميزات اللي انا اقدر زي ما تامر بيقول شافه في كذا مركز يعني اقدر استفاد منه. تمام. يلا ديانج ولا طارق حامد؟ دونجا 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 دونجا. جابت لي مشكله. يلا دونجا. لا لا انا هغير انا هغير كلامي المره دي. ايه طارق قد ديانج 200 مره. انا كنت قلت 100 المره اللي فاتت، دلوقتي 200. لا انا لا هي دي اللي كانت المره اللي فاتت. طب والله يا ميدو انت يا ميدو انت بالسهل يا ميدو. سهل والله. والله انت بالسهل يا ميدو. لا بس انا والله العظيم ثلاثه انت جايبها له تاني. اه هو جايبها لك قبل كده. اه يعني انت حصل عليها مشكله كبيره. طيب طارق حامد ولا ديانج؟ طارق حامد. لا طارق 200 مره. اه طبعا. كابتن ياسر. لا بالنسبه لي ديانج. ديانج اه بصراحه لاعب مفيد مع النادي الاهلي، وكان له دور كمان حتى في الماتش الاخير ده في الدقيقه الاخيره. يبقى واحد واحد. حجازي ولا بنون؟ يلا كابتن تامر. لا حجازي. حجازي. وانا متفق معاه برضه. حجازي. حجازي. يلا حجازي. حبيب قلبي حجازي. طيب فتوح ولا عبد الله جمعه؟ ها؟ طب كابتن ياسر. طيب. طيب. انا فتوح. فتوح. فتوح؟ انا فتوح برضه. فتوح. طيب اللي بعد. عمار حمدي ولا احمد عبد القادر؟ بصراحة يعني بعد اذن الكابتن تامر الاثنين موازين. هو واحد يا لا كابتن. بس انت يا كابتن هو واحد. ما ترميش على اللي جاي. هو هتختار واحد. انا فاهمك فاهمك والله فاهمك. لو هتعمل ايه اسكت مش واخد بالك. هو بيعمل سنة للقادم. يلا يا كابتن. عمار حمدي ولا عمار؟ عمار. ايوه كده انا مع كابتن عمار. عمار تمام. يبقى عمار حمدي. خش يا حبيبي. قفشه ولا عبد الله السعيد؟ قفشه. قفشه. ها برضه قفشه. قفشه حاليا. حاليا قفشه. يلا عمرو جمال ولا حسام حسن؟ حسام. حسام. لا انا شايف عمرو. عمرو بصراحه يعني. واحد واحد. اللي بعده ركز بقى يا كابتن ياسر. احمد ياسر ريان ولا محمد شريف؟ تامر. لا تامر اللي اختار. طيب اختار. لا والله اختار. لا ما فيش مشكله بالنسبه انا اكون معاك يا كابتن ياسر. محمد شريف. ما فيش مشكله. لا 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 والله لا. محمد شريف. بص يا كابتن ياسر. محمد شريف دلوقتي احسن راس حربه في مصر بصراحه. لا مش عشان كده والله العظيم. لا على فكره بتطلع شراب. لا 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 ما فيش مشكله على فكره. اختار مع محمد شريف. طيب مالك. طب انت لا ما انا بقول لك اهو. بس انت ما شفتش البصل. انت بصيت ولا انت زغرت له زغره؟ لو انت سالتني اقول لك على حاجه. لو انت سالتني يعني هو بيقول احسن احمد بيلعب في سيراميكا مش عشان ابني وجايب 15 هدف والله العظيم ثلاثه. بس انا بس عشان بس احمد ياسر. انا قلت لك من افضل المهاجمين لمصر ومش لريال مصر. بص مع محمد شريف ومصطفى محمد. انا قلت لكابتن ياسر احمد ما يرجعش الاهلي. يلا كميته. لا لا والله اخر يرجع. يلا الزمالك عندنا يرجع. لا 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 يرجع. يلا يلا. حسام البدري ولا شوقي غريب؟ لا كابتن حسام طبعا. حسام البدري. ها والله بصراحه الاثنين لهم دور مع منتخب مصر. ايوه ما انا عارف عشان ابنك يلعب الماتش. لا 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 لا. يلا قول. ما هو برضه هيروح المنتخب الاول. خلي بالك. لا ناخد الاثنين بصراحه. ايوه لا 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 ناخد الاثنين. هفوتها لك. هفوتها لك. والله لا فوتها لك. والله لا فوتها لك. اسكت. بشكرك كابتن ياسر. شكرا.